أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ينظمون هذه الوقفة اليوم، وهي وقفة تنديدية بالهجوم الأمني العنيف على أبنائنا الطلبة، وهي كذلك مناسبة للتعبير على مواقفنا الثابتة التي سطرناها في بياناتنا للجموع العامة الخمس اللي ناقشنا فيها هذه الأزمة الحالية وقمنا بالوساطة واعطينا بزاف ديال الاقتراحات. وفي نفس الوقت نطالب كل من يهمه الأمر بإيجاد حل مستعجل لهذه المعضلة، لأن الحلول موجودة، شريطة أن تكون هناك إرادة قوية لحل هذا المشكل وهذه المعضلة التي طالت أزيد من اللازم. صراحة كنت أسف لما آلت الأوضاع في كلية الطب بالمغرب، وكنت أسف كذلك للعنف اللي تاخذ في حق الطلبة ديال الرباط، وكنندوا من هذا المنبر كنندوا بهذوك التدخلات العنيفة في حق الطلبة ديال كلية ديال الرباط، ودوك المتابعات القانونية اللي تخد في حق دوك الطلبة. والهدف ديال هذه الوقفة هو وقفة احتجاجية ووقفة كتبين التضامن ديال الأساتذة ديال كلية ديال الدار البيضاء مع دوك الطلبة ومع الطلبة ديال المغرب كاملين، وكنطلبوا إسقاط هذوك المتابعات في حق دوك الطلبة باش يرجعوا يدوزوا امتحانات إن شاء الله. كذلك هذا الشيء غيشجع باش تدوز امتحانات ان شاء الله في الدورتين ديالهم في ظروف سليمه. كنطلبوا من الطلبه ما يدخلوش في المشروع ديال الاصلاح ديال الدراسات الطبيه، هذاك المشروع هو مشروع كيخص الاساتذه، والاساتذه الصراحه ما كاينش توافق على هذاك المشروع، كاين نقاش فيه، نتمنى ويكون يتحل النقاش ثاني ويتصلح داك الشيء اللي خصو يتصلح. ونتمنى من هذه الوقفة تحرك المسؤولين باش يكون الإعفاء على الطلبة اللي تاخذ الحق ديالهم الطرد في الكليات باش يلتحقوا يدوزوا امتحانات إن شاء الله، وترجع المجالس ديال الطلبة باش يكون السير العادي وعبروا على الآراء ديالهم وما تخرقش حرية التعبير ديال الطلبة. سنين ولا خمس سنين ولا لا فورمول اللي تبريزونطات، هذيك سي فورمول اللي كتخص الأساتذة، نورمالمون ما خصش الطلبة يدخلوا فيها، ولكن ذاك المشروع خص يدخلوا فيه الأساتذة كاملين، ما يدوش بطريقة جانبية ويدوز بسرعة وما يكونش فيه النقاش. صراحة المشروع يناقش وإن شاء الله يكون خير. نحن مع أي إصلاح، ولكن بشرط أن يكون إصلاح بعمل استراتيجية تهدف إلى تجويد التكوين الطبي. ونحن قلناها مرارا وتكرارا ونعيدها، لسنا مع بل ضد أي إصلاح متسرع تتبعه الارتجالية. عندنا بزاف ديال الاقتراحات، الشأن البيداغوجي بطبيعة حصر على الأساتذة، ما كنبغيوش شي واحد يدخل فيه، ولكن هموم الطلبة هي هموم ديالنا، هموم الموظفين هي هموم ديالنا، لأن احنا كلنا هاد المكونات ديال الكلية، أساتذة أطباء مقيمين وداخلين، طلبة موظفين، نحن يعني جزء لا يتجزأ، كل يعني كما اللي اشتكى الجسد ديالو كله سيصاب بالحمى. مرة أخرى نجدد أن يدنا ممدودة لحل هذا المشكل، ونطالب كل المعنيين أن تتضافر الجهود لإيجاد حل بعيد عن الضبابية الآن اللي كاينة، ضبابية، وقلنا في بياناتنا بأن كاين واحد الضبابية كبيرة، نتمناو نلقاو آذان صاغية، الطلبة ديالنا يعني تحل المطالب ديالهم العادلة والمشروعة، اللي ممكن من غدا ولا بعد غدا يعاودوا يرجعوا للأماكن ديالنا الطبيعية، أستاذ يدرس الطلبة، نتمناو تكون هاد آذان صاغية. ومرة أخرى شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.